نهزوا الكامل الزلات الحلوات الفحلات اللي راهم يتفرجوا فيا. اليوم راح نشارك معكم مشترياتي من امريكا. اذا كنت جديده معنا ما تنساش ضغط زر الاشتراك الاحمر اللي جاي داير كيما هكا والجرس اللي حداها باه توصلك اشعار بكامل الفيديوهات الجديده اللي نديرهم. كامل المشتريات اللي راح نشاركها معكم اليوم شريتها من موقع مورفي براش. بليز البنات مورفي براش مشي مورفي براش بالار مشي بالار. مورفي براش هو موقع امريكي وماركة امريكية معروف عليها انها تبيع منتجات بجودة عالية وبسعر جد جد مقبول. اول منتج راح نشاركه معكم كان عبارة عن تعاون ما بين جيفري ستار وماني ان يو اي. وهذا التعاون كان عبارة على هايلايت اللي اسمها سكين فورست اكليبس. هذا هو شكل هذا الهايلايت وهذا هو شكل هذا الهايلايت. هذا المنتوج راح ندير لكم فيديو كامل عليه نحكي لكم على صوالح اللي عجبوني وما عجبونيش فيه. وثاني حابه نقول لكم الراي تاعي في جيفري ستار وماني ام يو اي. ثاني منتوج هو دي جاكلين هيل باليت. جاكلين هيل هي ميك اب ارتست كانت تخدم في ماك ومن بعد كينا حلت قناه في اليوتيوب. قناتها راهي واصله تقريبا 5 ملايين مشترك. جاكلين هيل كانت اول وحده تعاملت مع وحده من اكبر الشركات العملاقه في المكياج وهي بيكا. وبزاف صوالح باغي نقولهم لكم على جاكلين هيل غادي نخليهم لكم للفيديو اللي راح نحكي فيه على الباليت تاعها باسكو عندي صوالح ما يكملوش عليها وعلى الباليت تاعها وعلى السيره الذاتيه تاعها. جاكلين هيل نحبها بزاف لاني نشوف بلي كان بزاف صوالح مشتركين في الشخصيه تاعي وفي الشخصيه تاعها. هي كانت وحده من الناس اللي شجعوني اني نحل قناتي على اليوتيوب وكانت وحده من الاساتذه اللي تعلمت منهم المكياج. هاد الباليت كنت هبل عليها باش نشريها لانه جاكلين هيل قالت بلي صنعتها بشغف كبير وحطت فيها كامل الالوان اللي عبروا عليها ويعبروا على الشخصيه تاعها وفوتت فيها عامين كاملين وهي تخير في هذه الالوان وهي تخير في التكستور تاعهم وكل كبيره وصغيره فيهم. والحمد لله راني شريتها. المنتوج الثالث من مورفي براش هو عباره عن لي سور. يجي في قرصه دايره كيما هكا لما تحليه تلقاي لي سور منا وتلقاي الخيط تاعه هنايا. ريفيو على هذا اللي سر ما عليكم الا تخلوا لي تحت في التعليقات. تبعوا الفيديو راح كمل. هذو هما كامل المنتجات اللي شريتهم هذه المره وحبيت اني نشاركهم معكم. ما تكونش بخيله بليز وديري لي لايك الفيديو تاعي شجعي بنت بلادك لاني دائما راني نتعب وندير جهدي دائما باش نقدم لكم الافضل وباش نعطيكم حاجه شابه. وحاجه اخرى حبيت نقولها لكم واش رايكم في هذه الخلفيه اللي دارتها مورايا. راني حاسه روحي بلي فريمون حاجه توب باسكو نيكي تيتوريال دير هذه الخلفيه. جاكلين هيل دير هذه الخلفيه كاع اليوتيوبرز الكبار يديروا خلفيات كيما هكا. وكي جبتها وتصورت بها فرحت بزاف بزاف وراني فرحانه والحمد لله اللي راني دائما نتطور ونحاول نعطيكم حاجه شابه. على بها ما تكونيش بخيله وديري لايك ديري لايك البنت بلادك ديري لايك. باي.